وللوقوف أكثر على آخر التطورات الميدانية على جبهات القتال، ينضم إلي مراسلنا سالم عطية من منطقة الجفرة. سالم، أطلعني عن آخر التطورات لديك. السلام عليكم. وعليكم السلام، لو تطلعني عن آخر التطورات الميدانية لديك في منطقة الجفرة الآن. نعم أخي مصطفى، اليوم تم إصدار أوامر من السيادات العسكرية بالمنطقة الوسطى بتحرك كتائب لواء الحلبوس باتجاه الصفرة، ولوحظ ليلة البارحة انسحاب مفاجئ لقوات حفتر من تمركزاتهم في التوكنة بعدما قاموا بعدة اغتيالات. وآخر تطورات، علمنا من مصادر موثوقة أن هناك تواجد لداعش في منطقة الفرة، خطف المواطنين هناك ولازالت السرايا تواصل تقدمه الآن بانتظار وصول التعزيزات للسيطرة على كامل فضل بإذن الله.